طبيعية ليك انت وهي هالفن الموسيقى يتمتع بكل دقيقة أخبار حصرية مع ضيوفنا الفنية مساء النور عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم توندونس، البرنامج اللي دائما كنقدم لكم من خلاله الجديد ونشوفوا على اشنو جاب لنا هذا النهار. ومن خلال هذه الحلقة غادي نسلطوا الضوء على اعمال فنية اللي جات على شكل فيديوهات غنائية جمعت الفنانين لكنها لم ترى النور ولي فان ديالو ما عجبهمش الحال. فالعديد الجلب من الفنانين اختاروا انهم يجمعوا اعمال غنائية على شكل فيديوهات لكن هذه الاعمال اغلبتها لم ترى النور. والبداية غادي تكون مع الفنانة دنيا بطمة واللي كان محتمل انه يكون عندها ديو مع دوزي لكن هذا العمل ما تطرحش. نفس المشكل تكرر مع إيهاب أمير، فبعد ما تلنا جمهوره عمل فني للشهور للأسف هذا العمل لم يرى النور. واليوم دنيا بطمة توضح ماشي وقف لأنه احنا بجوجنا ما بغينش نزلوا لهذا، مي وقفناه برضا من طرفين لأنه دوزي ما موافقش على التوزيع ديالو وأنا ما موافقش على الموزع اللي هو اختاره، وكذلك في نفس الوقت خسرنا يعني على الكليب، يعني مخسر عليه لأبعد الحدود، ولكن هو حيت خايف أنه ينتقل من الرأي يمشي لانتقال أخرى وخايف من ردود الفعل ديال الناس، دونك كنحترم الرأي ديالو. كذلك على الفنان المغربي سعد المجرد والفنان المصري محمد رمضان فاش اعلنوا على أنه يكون عمل مشترك بيناتهم، الجمهور أو الفانس ديالهم تقبلوا الفكرة ورحبوا بها وكانوا متشوقين يشوفوا هذا المولود واللي الكثير منهم راهنوا على نجاحه، خصوصا ان غادي يجمع بين الثقافتين المغربيه والمصريه، الا ان السجن المجرد اجل صدور هذا الديو والجمهور مازال في انتظار انه تطرح في الصيف. وكذلك هذا المشكل يعني ما وقعش لاول مره مع سعد المجرد، فهو كذلك وقع له مع الفنانه المصريه شيرين عبد الوهاب، فكذلك كانوا وعدوا الجمهور ديالهم باش غادي يكون عمل مشترك ولكن للاسف حتى هو ما تطرحش. ونبقاو ديما في سعد المجرد، فالجمهور على موعد مع ديو غادي يجمعوا مع الفنان زهير بهاوي، فبعد صداقه دامت لسنوات وبعد ما قدموا الجمهور عبر منصه موازين، اليوم سعد المجرد قرر انه يربط اسمه بزهير بهاوي في ديو غنائي غيترقبوا ان شاء الله قريبا. اما زهير بهاوي وعكس مجموعه من الفنانين قرر يتقاسم مع الفانس ديالو السبب اللي خلاه ما يصدرش عمله جديد دينيرو، وكتب عبر حسابه على الانستغرام تدوينه: حبابي اليوم بغيت نوضح لكم السبب اللي ما خلانيش نعطيكم الجديد، هو ان امي الحبيبة كانت مريضة بزاف ومريت بأيام عصيبة معها. علاء بالنسبة لي الخطوة اللي دارها زهير البهاوي هي جد صريحة وزوينة بزاف في حق الجمهور ديالو، خصوصا ان احترمهم لانهم هما دائما تيكونوا لي فانس كيتسناو الجديد ديال الفنان المفضل ديالهم، فهو حاول انه يجيهم صريح ويعلن على ان العمل ديالو علاش ما خرجش. زهير البهاوي ديما معهود عليه جانب انه يتقاسم مع لي فان ديالو كل كبيرة وصغيرة في حياته، وذا كان المرض ديال الام ديالو اللي كنتمناو لها ان شاء الله الشفاء من هذا المنبر كان حاجز انه او عائق انه من جلس الأغنية ديالو، فقريبا الجمهور بهاوي غيتسنى الأغنية في الشهر القادم إن شاء الله. وهذه نقطة مهمة أن الفنان يتقاسم أو يتبارطاجي مع الجمهور ديالو كل كبيرة وصغيرة، بس هكا لي فان كيبقاو متبعين معاك وما يملوش أنهم يتسناو جديدك الفنان. واليوم مشاهدينا جبنا لكم ضيفه من العيار الثقيل، قدمت الكثير في الساحه الفنيه، هي محبوبه للجماهير. ما غاديش نحرقها بزاف، غادي نخليكم تكتشفوا شكون هي هذه الفنانه ونرجعوا لكم لان التصوير كان خارج البلاطو. اذا مشاهدينا كما كتشوفوا اليوم في الفقره الفنيه برنامج طوندونس اختارينا نجاة عتابو الفنانه ديالنا، مرحبا بك. الله يبارك فيك. نبغيو نعرفوا تشجيعك الساميه هذا النهار. وانا فرحانه بها و يعني بالخصوص ان العمل يعني فكرنا له مزيان، لا من ناحيه الموضوع ولا من ناحيه الحانه ولا من ناحيه التوزيع ولا من ناحيه بزاف ديال الحوايج، والحمد لله. زعما هذا الاستماع الاول اللي سمعوا ليه الناس يعني لقى لي استحسان، وكنتمنى ان شاء الله انه يلقى لي استحسان عند جميع الجمهور المغربي، وانا فرحانه بزاف لها، الله يكمل عليها بالخير ان شاء الله. سبق وكنتي قلتي على انك كتفضلي انها تتبع الدراسه ديالها هي الاولى، واش لبات لك هذا الطالب؟ اكيد اكيد، الحمد لله خدات الدبلوم ديالها وباقا باغا تكمل القرايه ديالها ان شاء الله، والحمد لله الحمد لله. وكما يعني كون ما خدتش الدبلوم ديالها ما عمرني ما كنت غنوافق ليها نهائيا. بزاف ديال المغاربه كيتسائلوا فين غبرتي عليهم. والله لا انا كاينه موجوده، غير ما يعني الاعمال اللي كندير ما كتكونش تيليفيزي باش ما كيشوفوهاش الناس، مي سينون كنخدمهم بخيفي وهذا.
غتقربين اكثر من الجديد؟ واش كاين عندك جديد؟ قريب ان شاء الله عندي واحد الاغنيه بالامازيغيه واغنيه شعبيه. واخا بالنسبه لرمضان قرب، كيفاش كتكون النجاة في رمضان؟ والله الا كاي مراه مغربيه، مراه ديال الدار. انا ابار لا سين في الدار كنكون مراه ديال الدار، بمعنى كلمه مراه ديال الدار، حادقه بمعنى الكلمه. شنو هي الحاجه اللي ما تقدريش تخلي عليها في رمضان؟ في رمضان شوفي انا الطقوس الرمضانيه يعني العاديه اللي العاديه كلها كنديرها، كاع الطقوس اللي معروفه عند المغاربه. نسولك، كانتشر واحد الفيديو انك انت جبتي النفس على الناس ديال الخميسات، وداك الفيديو دار ضجه يعني، وبزاف ديال الناس كيتسائلوا يعني واش جاتك غير انت على مدينتك، وكاين بعض الناس اللي قالوا بغات دير زعما تولي تظهر. لا لا، زعما انا محتاجه للقضيه، كنظنش انا محتاجه باش نظهر، لان الحمد لله الشهره تاعتي واصله ما نعرف فين. لا ما نهائيا درتها غير على بلادي، على مدينتي وعلى بلادي، لان الضرر وصل بزاف للاماكن. واش كان حلم بعد الفيديو؟ كاينه محاوله، كاينه محاوله، الله يعاونهم. كنتمنى ان شاء الله يتلبى الطلب اللي طلبت. اليوم كيفاش دايره علاقه ساميه مع الاب ديالها؟ يعني واش كتستشر معاه كيتدخل لها توا في الاعمال ديالها، خصوصا في هذا العمل الاول ديالها؟ حقيقة اللي مداخل في العمل ديالها وفي كل شيء ديالها هي أنا وباباها مراد يعني، وإلا يعني إلا احتاجينا الأب ديالها سي حسن ديكوك في شي حاجة راه كنتصلوا به وكيجيب صدر الرحب، فنقولوا بأننا كنتعاونوا كاملين مع الصراحة. كيفاش دايرة اليوم علاقة نجاة عتابو مع الإخوات ديالها؟ الحمد لله رجعت للمياه المجاريها. لا ما عمر ما كان عندي مشكل مع كالبدايات في النوبه الاولى في البدايات. واش علاش كتهضري انت؟ كتهضري على 38 عام مضت من بعد 38 نوك بعيد رسول الله. يعني اليوم كيفاش دايره؟ لا لا مخيره الحمد لله، لا لا مزيانه بزاف كاع الحمد لله. الصديقه ديالك لا ما كنشوفهاش، ما كنشوفهاش. بينك وبين راسك مسامحه لها ولا مازال باغا تعاتبيها؟ والله ما نكذبش عليك، باقي ما عرفتش واش سمحت ليها ولا ما سمحت ليهاش، باقي ما عرفتش. إلا قلت لك شي حاجة كنت نكذب عليك، لأن ذاك الموضوع كنحاول ننساه كاع، كنحاول نمحيه من دماغي. كنتي مريتي يعني بزاف كيشوفوا الناس كيشوفوا نجاة فرحانة عاجبها الحال كتطلع كتفرج الجمهور المغربي، ولكن كنتي فكرتي في واحد المدة جاك اكتئاب أو لا شبه اكتئاب، واش أنتي ما فكرتيش في ديك اللحظة في الأبناء ديالك؟ شوفي هو اكيد ان الابناء ديالي دائما قدام عيني، هذا اكيد، ولكن كنبقى انا انسانه يعني كنحاس كيكون عندي مشاكل حتى انا، كاين عندي تراكمات بزاف كدا، الصبر ديالي كنصبر بزاف حتى كنجيبها في راسي، يعني كاين بزاف ديال الحوايج دي، بزاف العوامل اللي داو بيا الاكتئاب، وهذا اللي ما ننصحش به الناس. يعني الناس ما خصهمش يصبروا بزاف، اي حاجه ضراتك قوليها، اي حاجه علماتك ما تسكتيش عليها، يعني بزاف ديال الحوايج بحال هكذا. مي انا ما بقيتش قادره، الا شتي حاجه دابا وليت كنهضر، ما بقيتش كنصبر كي كنت. شنو هي الشائعه اللي ضراتك بزاف؟ لا الشائعات لا ما كيحركوا فيا ساكن ابدا. الشائعات بمعنى شي حاجه غير كذبه ما كنديهاش فيها كاع نهائيا، الناس كتهضر وكيجي واحد الوقيته كيعرفوا الحقيقه اي صاباس. مي انا ما كتاثرش فيا بتاتا. كلمه اخيره لجمهورك عبر قناه شوف تيفي. الجمهور ديالي انا كنموت عليه وكنحماق عليه وكنبذل مجهودات كبيره باش نرضيه وباش نحافظ على الحب والاحترام اللي بيني وبينه، هذا هو اهم شيء عندي. شكرا. شكرا لك علاء على الحضور ديالك وعلى هذه الخبيرات اللي دائما كتقدم لنا وكيعجبوا الجمهور، فنتمنى على انه ينالوا اعجابهم هذه المره. وانتم مشاهدينا عندنا لكم تشكيله جديده ديال الجلالب، حنا اختارينا الفئه ديال السيدات اللي كيفضلوا انهم يلبسوا الجلابه المغربيه. عندنا لكم واحد الغوبورتاج نتمنوا ان هنا الاعجاب ديالكم. بالنسبه للرجال ما عندهمش حقهم في الفقره؟ طبعا اكيد غادي يكون عندهم فقره ان شاء الله، يعني في المره الجايه خاصه ان شاء الله اكيد غادي يكون عندهم تشكيله خاصه بالرجال. التشكيله حاولت انني نكون فيها اكثر جراه، يعني واحد هدى علمي شكل اخر اللي غتشوفوا معايا. بالنسبه للجلالب اللي غتشوفوه هما كلهم معتمد فيهم على الزواق المعلم، لانني انا كنعشق شي حاجه سميتها الزواق المعلم، سورتو الا كان مخدوم بواحد الاتقان وبواحد الجوده كيعطي كيزيد الجماليه للجلابه.
وميم طون كتشجعوا الصناعه التقليديه، يعني حتى داك الصانع حتى هو باش يخدم ما كان، يعني الا كان بلا ماشين ما كيعجبنيش بيرسونالمون، ما كيعجبنيش. دونك كتشوفوا التشكيله كلها مخدومه بالزواق المعلم. باغ اكزومبل كاين بحال جلابه اللي غتشوفوا بالكارو خدمناها بالصفار، كاين جلابه اللي اون بلو مارين دخلنا لها واحد لو بيج دوري اللي كيجي بزاف مع البلو مارين. او ميم طون كاين بحال دابا لا طوندونس دي كارو، يعني توب كامل كارو في كارو داخل، حاولنا انا نخدمو بواحد الكرونا. وتا التوب فاش كان عندنا اوني حاولنا خدمنا بواحد لو فيغ اوليف، يعني قلب الزيتونه بالمغربيه كيتسمى سي قلب الزيتونه. البورتاج اللي قدمنا لكم على الجلابه المغربيه والسيدات اللي كيفضلوا الجلابه المغربيه، كنتمنوا انه ينال اعجابكم. اما الان فمعنا فتاه مغربيه طموحه دخلت للسوشيال ميديا باعتبار انها محجبه، اول محجبه دخلت للسوشيال ميديا، واليوم حاضره معنا خوله ميمو. مرحبا بك. مرحبا بي عندكم زينب فهاد النهار، ونتمنى ان الحلقه تدوز زوينه ان شاء الله. اكيد غادي تدوز زوينه معك خوله. ونبغي نسولك اول سؤال، بما انك فتاه محجبه واختاريتي السوشيال ميديا اللي هو يعني واحد الحاجه يقدر اي واحد يدخل، اي واحد يشوف الخصوصيات ديالك، فما كانش صعوبات عندك؟ كانت صعوبات لان الناس كاين اللي تعجبهم الستيل ديالك، كاين اللي ما تعجبهم الستيل ديالك، ولكن بحكم انني في الاول كنت اتخذت هذا القرار انني ندخل ونتافيشا ونبان كفتاه محجبه بالستيل ديالي باللباس ديالي، يعني كما تنكون في الزنقه كما تنكون في السوشيال ميديا ما تنزيد شي حاجه. سخت حاجه وحده اللي تنغشوا فيها واحد شويه هي الطول ديالي، تنحاول نصور تصاور باش نبان شويه طويله اكثر من القياس، اكثر من شنو، اكثر من الواقع، اكثر من الواقع، اكثر من الطول ديالي الحالي. ولكن هذه لا غومارك الوحيده اللي تتوصلني. مي لو غيسم جاسوم، يعني خصيتي ان شوا من الاول. كما قلتها في بامال دو فوا في انستغرام ديالي، ما دخلت لهذا الدومين والا وكانت عندي واحد الرغبه انني نحقق ذاتي فيه، وخصوصا راك عارفه زين بني تنساليو حنا البنات القرايه ديالنا تنبقاو نقلبوا على الخدمه، تنبداو نقلبوا على راسنا. وانا كان عندي واحد لو شوك ملي ساليت الماستر ديالي، اكثريه الشركات اللي دوزت فيهم لي زونتروتيان تيقولوا لي انت فوالي ما تخدميش معنا، ما يمكنش تخدمي لانك محجبه. الوغ كي الحجاب ديالي حجاب خفيف، يعني طوندونس، ماشي شي حاجه اللي ما تخلينيش نخدم. فحاولتي تستغلي وقت الفراغ ودخلتي السوشيال ميديا. اكزاكتومون داك الشيء اللي درت. فيهم بجوج. داكوغ، انت حاصله على اجازه، حاصله على ماستر، يعني شنو من الدراسات ديالك؟ عندي ماستر ماركتينغ كومونيكاسيون، ساليت هذه شي 4 سنين، 5 سنين وانا خدامه. وحاولتي تدخلي من بعد في المجال اللي انت درستيه او لا بقيتي غير في السوشيال ميديا؟ لا، بديت السوشيال ميديا، وكانت السوشيال ميديا هو باب انني ندخل هذوك الشركات اللي كنت باغي نخدم معاهم. الحمد لله انستغرام كان حل لي بزاف ديال البيبان، وفيسبوك حل لي بزاف البيبان. اوطون كو بلوغوز دزت من ان بلوغ لان دوزيام بلوغ، يعني دزت من المدونه الاولى للمدونه الثانيه، وكان بالنسبه لي واحد الحافز اللي ديما تيشجعني. ما كنتش معوله عليه ماديا في الاول، ومازال حد الان ما معولاش عليه ماديا 100%، ولكن مره مرات يكتب لك شي حاجه. علاش ما كتعوليش عليه ماديا؟ يعني بزاف دابا الفتيات كنشوفهم على انهم تهما ولاو عندهم اقبال على الانستغرام، خصوصا انستغرام. انت واش ما لعبش معك الزهر؟ حيت بزاف البنات يقول لك انا بالعكس، يعني فيه الفلوس، فيه الفلوس لا خدمتي عليه، فيه الفلوس والحمد لله. وصلت 160,000 متتبع ومتتبعه، راه تيجيو لي بروجي مره مره. وتنقولها البنات فاش يكون شي حاجه غير من غير شي بروجي غير من غير، تتكون مره مره. ولكن انا بالنسبه ليا قريت واحد القرايه
5 سنين وانت نقرا واحد القرايه باش ناخذ واحد الدبلوم. يعني بغيت نخدم خدمتي و او ميم طون لا باسيون ديالي اللي تتعجبني ما ربحت منها الفلوس مرحبا. يعني ما دايرهاش كهدف في حياتي انني نعيش فقط من السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا تقدر تمشي واحد النهار اخر. يعني ديما تنقول فراسي خولة قريتي 5 سنين وانت تتقراي 5 سنين وانت ضربه تماره باش توصلي تاخذي واحد الدبلوم ديالك، هذاك الدبلوم ديالك درتيه في الجيب الحمد لله، وخدامه اون باراليل على لا كارير ديالك وخدامه على البلوك ديالك. واخا بالنسبه للربح، يعني بالنسبه للبنات اللي بغيو يتبعوا هذا الاتجاه ديال الانستغرام والسوشيال ميديا اون جينيرال، كيفاش يديروا يربحوا؟ بزاف ناس كيتسولوا كيفاش كيديروا هاد لي بلوغرز وهاد اليوتيوبرز انهم يربحوا، يعني ربح مادي من هاد مواقع التواصل. هو فيسبوك ولا انستغرام ما تيخلصكش، انت اللي تتخلصوا لا بغيتي دير الادفيرتايزين ولا البوبليسيتي ولا الاشهار، ولكن يوتيوب هو اللي تيخلصك في واحد لا درتي واحد لي كونديسيون. انا مازال ما وصلتش، انا يوتيوب يلا بديتو غير فامو. باغ كونطخ انستغرام الشركات هما اللي تيكونتاكتيوك تيقولوا لك بغيناك مثلا في واحد الاشهار بحال تيدوز في التلفازه بحال تيدوز في الويب عادي، تيقول لك على الاشهار تشوف انت واش قبلتي. يعني هما كيحاولوا انهم ياخذوا بعين الاعتبار العدد ديال المتتبعين اللي تيكونوا عندكم، تيعطيوكم مثلا ايمارك ولا شي حاجه بحال هكا وانتم كديروا لها لا بوبليسيتي. يعني عدد داكشي واش كيبقى في نطاق عدد المتتبعين لي كومونتير كيفاش؟ قد يكون حنا هنا في المغرب راكي عارفه باك صاحبي تيلعب دور كبير مالوغوزمون، ولكن تنقول للناس ديما امنوا بواحد الحاجه ان ربي اللي تيرزق ربي اللي تيفرق الرزق. يعني الا كانت مكتبه لك شي حاجه راك تخدم عليها وتتجيلك، يعني رزقك لا جالك ومكتاب لك، راه حتى شي حد ما يقدر يحيدو لك. واخا خاولة كنشوفو انك فتاه تبارك الله زوينه ومازال صغيره ما شاء الله عليك، واش ما كتلقايش وبزاف مازال شابه؟ شحال في عمرك خاولة؟ شحال تعطيني وانت جبتي راسك؟ شحال في عمرك؟ انا بغينا نستروك. عندي 28 عام ومازال صغيره. 28 عام راه ماشي كبيره، مازال شابه ولكن ما تبانش فيا. الجسم ديالي عنده 18 19 سنه وانا عندي 28. بالنسبه لهذا العدد المتتبعين اللي عندك، يعني عندك شباب وفتيات، ما عمرك يعني تعرضتي لتحرش اعجاب؟ يا زين مخلي داك الجمال راه كيف يوميا. واحد النهار وانا طلع ليا الدم ديال بصح، طلعت لايف قلت لهم الدراري الله يعطيكم الصحه نحتاركم خوتي وخواتاتي، عندكم نتوما خواتاتكم نتوما عندكم مواتكم خوالاتكم، ما تبقاوش تصيفطوا ليا المناطق الحساسه ديالكم. قلت لهم معاكم شفت الالوان والاشكال بزاف زعما بزاف، علاش تصيفطوا البنت النمره التليفون ديالكم ولا تصيفطوا لها زعما واحد المنطقه في شكل ولا شي صوره في شكل؟ زعما راه انا نهضر معاكم ندير لك بلوك، نخسر عليك واحد الحاجه سينيالي بلوك صافي. يعني لهاد الدرجه كاين؟ لهاد الدرجه مالوغوزمون. يشوفوا البنت تشوف تخدم ورا لي لايف، مع تتقطع اللايف مع تدخل الخاص تقول اللهم طولك يا روح انا فين عايشه. يعني انت كيفاش كتعاملي؟ انت دائما بلوك بلوك سينيالي اي واحد خلى كومونتير في شكل ولا هادي ولا معيور ولا شي تصويره في شكل بلوك سينيالي. ولات عندي واحد المناعه شخصيا، ولات عندي واحد المناعه. راه 4 سنين وزيده وانا في الدومين شفت ما يكفي ما يكفي، راه قلت لهم شفت الاشكال والانواع ولات عندي واحد المناعه قويه. بالنسبه لبزاف ديال الناس كيتسالوا دائما ما كتحطي دي بوست ديالك كتغني اغاني دوزي كتحطي كتكتبي عليه بزاف في لي كومونتير، حتى هو كيقدر يدير لك لايك او لا بوست مره مره اولا كيدير لي بوست ديالك عنده. بزاف ديال الناس كيتسالوا على طبيعه العلاقه ديالك مع الدوزي. صافي بليزير فريمون ك دوزي يغبارطاجي لي فيديو ديالي ويغبارطاجي لي ستوري ديالي. وانا من المنطقه ديالي الاصل ديالي من الشرق، ماشي من وجده ولكن من الشرق، يعني تنبقى من الشرق عندنا اللهجه ديال الشرق وتنعتز به. يعني في المنطقه ديالنا كلشي تيحماق على الدوزي، كلشي تيتسطى على الدوزي اوطون كارتيست. نشوفوا غوبورتاج وجدناه ليك ومن بعد ناخذوا الراي ديالك. واش درت لاباس في السوشيال ميديا؟ ان شاء الله علاش لا. من هذه الناحيه انا فاطمه دارت لاباس ولا؟ انا واحد الانسانه كنقولها اليوم دائما، انا واحد الانسانه عاديه وعايش كيف ما كيقول لك ما عندناش وما خصناش، يعني عايشه الحمد لله. من ناحيه البنات الا يعني بغاو يديروا لاباس خليتها انت يقدروا، طلع تبارك الله الخدمه كاين الميك اب دابا تبارك الله ولاو لي بلوغرز ولاو اليوتيوبرز داكشي تبارك الله ولا ملونص بزاف. فاطمه مازي واحد الانسانه عاديه ميك اب ارتست الحمد لله، تشهرت بزاف في السوشيال ميديا بزاف الحوايج.
هو بصراحه الميك اب انا كان عزيز عليا، كانت عندي موهبه ديال الميك اب، ولكن من بعد يعني قريتو في الخارج المغرب، طبعا في دول الخليج في السعوديه، ومن بعد قريتو في المغرب. يعني ما شاء الله عندي شهادات، عندي يعني شواهد على الميك اب، ونتمنى من الله يوفقنا يا رب. الفنانين اللي تعاملت معهم، تعاملت مع خولة بن عمران، كنقدم لها تحية بزاف، وتعاملت مع رجوة، بزاف الناس اللي مشهورين درت لهم ميك اب. نتمنى من الله يوفقني ويوفق كاع الناس يا رب. طبعا الوصفه الطبيعيه اهم حاجه، احنا يعني معروفين النساء المغربيات، كنا المراه المغربيه معروفه بالوصفه الطبيعيه. الوصفه اللي ننصح بها البنات خصوصا اللي هي مقشر ترطيب الجسم، دائما البشره كتحتاج ترطيب الجسم. نعطيهم واحد المثال بسيط، يعني وصفه اللي غتكون سهله، فيها ثلاث مكونات. غادي ياخذوا فيها معلقه ديال القهوه، ومعلقه ديال زيت الكوك، ومعلقه ديال الكوك اللي هو جوز الهند. غتخلطيهم وغديري بهم مقشر، غادي تحسي ببشره فيها نضاره، فيها لمعه زوينه، ونتمنى تعجبهم. تساقط الشعر نصيحه اللي يعني بصراحه غيشكروني عليها، اللي هو ماء الزعتر، ماء الزعتر او زيت الزعتر. الزعتر غتاخدي تقريبا واحد شويه في يدك، غديريه يغلي مده 5 دقائق، وغتصفيه وغادي ديري لشعرك من بعد الحمام، كيوقف تساقط الشعر وكيكثف الشعر. كثير من الاسرار ديالي، اول شيء هي الرقيه الشرعيه، اي انسان دائما رقي نفسه، لان السوشيال ميديا الناس كيكونوا متعرضين للعين بزاف، هذه اول حاجه. بالنسبه السر من اسرار هو الراحه النفسيه، شي انسان اذا كنتي مرتاحه نفسيا غادي يكون داكشي باين على وجهك. اذا خاولة كما شفتي الفيديو فيه فاطمه معزي ميك اب ارتست، كنا كنلاحظوا بزاف، اولا الجمهور اولا المتتبعين ديالكم كان كيلاحظ بزاف انك انت وفاطمه كنتو مقربات، يعني مقربين صديقات، دائما كتنزلوا صور مع بعضياتكم، كيكون دي زيفينمون كتكونوا مع بعضياتكم. كيفاش علاقتكم اليوم؟ ما بقيناش صحابات مالوغوزمون، يعني تفارقنا. انا سنسرمون بزاف الناس اللي كنت نعرفهم واللي عرفتهم خديت من ديستانس. انا بالنسبه لي اتخذت واحد القرار شخصي، بزاف ديال الناس من حياتي اللي ما بقيتش نهضر معاهم، بقيت بغيت نكون في هذيك واحد الجو ديال النفاق، واحد الجو ديال انا داك الجو ما تيعجبنيش. بالنسبه للبنات اللي تيسولوا العلاقه ما بين المدونات، ماشي ديما تتكون زوينه، ماشي ديما تتكون كما الناس تيشوفوها، تقد هي تسمع هي واحد الكلمه تقلقك وما يعجبكش. واش كتكون غيره؟ كيكون نفاق، كيكون غيره مالوغوزمون، تيكون نفاق مالوغوزمون، ولكن هذه هي الحياه. يعني داكشي اللي تشوف في الحياه، داكشي اللي تشوف في السوشيال ميديا مضروب في واحد 100 ولا 200، يعني فاسيلمون يقد يكون بروجي ديالك هتاخديه انت تجي وحده تحرش ناس، ما تبقايش تقدم ما تدخل في خدمتك انها تحرش ناس، تعيط لهم تقول لهم راه هذيك السيده ما خدمتها ماشي معقوله، راه تتفلع على الناس وانت راه ما دايره والو، راه تبقاي تتفرج تبقى تضحك تقول اللي فيها خير. كذلك انا غادي نقول لك على انك انت حاسه بيك كتسولني واحد السؤال، هذاك السؤال مرحبا. حيتاش فارق الاعداد كيقول على انك كانت عندك صديقه مقربه هي معروفه او لا وجه معروف، كانت مشاركه في برنامج ديال لالا العروسه، وكانت صديقتك، يعني صديقتك انت ماشي زعما كنا بحال خواتات، يعني كنا فريمون بحال خواتات، وكنا وكانوا زعما الله يستر الامور. بزاف كيتسائلوا شنو هو المشكل، حيتاش كانوا كيشوفوكم دائما بجوج، داخلين بجوج خارجين بجوج، فين ما كنتو كتمشيو بجوج، كتنصحوا بعضياتكم، شنو اللي تبدل؟ واش انت تكبرتي او لا؟ لا لا, لا هي تكبرات تكبر ولا شي حاجه. بالنسبه ليا في العلاقه ديالنا هي فقط كيفاش نقول لك، انا بالنسبه لي ديك الانسان عزيز عليا، وما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي حاجه بالنسبه ليا من جهتي. وديما تنقولها لواحد اللي تيقول لي، تيجي تيقول لي علاش ما بقيتيش تهضري مع فلانه، واش عندك انت مشكل؟ تنقول لهم انا واحد الانسانه مسالمه، هي ما يجبدنيش الواحد، يعني ما حد ما يجبدني الواحد، راني مسالمه وهذا طبعي، يعني هذا الطبع ديالي، ما تنبغي لا مشاكل لا صداع لا والو. انا ما عرفتش روعه انها مشاركه في لالا العروسه ولا ككونديدات انا ربحات ولا هذه، لان انا ما تنفرش
الكفافه. انا عرفتها اترافيغ يوتيوب، تبعتها كانت تعجبني، مشيت هضرت معها، انا اللي مشيت هضرت معها، تلاقيتها عرفتها لواحد ليفينمون، عجبني الكاركتر ديالها، عجبها الكاركتر ديالي، صاحبنا واحد عامين تقريبا، ودابا راه عام وحنا مفارقين، عام وحنا ما تنهضروش، عام وحتى شي وحده فينا ما مفلويا الاخرى. مشنا هو المشكل؟ ماشي، ما كاينش شي مشكل بحد ذاته، يعني انا لا كنت عارفه كاين شي مشكل ولا شي حاجه. ولكن بين ليله ونهار فحاولي تفهمينك. دابا كيفاش نقول لك الزينب، انا في هذيك الفتره كان عندي مشاكل شخصيه. المهم انا ديما تنقولها للبنات، الحمد لله قلبي بيض وديما الناس تيقولوها، ما منيش المشكل، ما فيا حتى شي حاجه بالنسبه لكاع الناس تنقول عليهم، تنقول لهم اللي عنده مشكل معايا هذاك راه هو عنده مشكل معايا، انا ما عندي مشكل مع حتى شي حد، عارفه راسي شنو تنسوى، وعارفه راسي الا درت شي حاجه تنمشي لواحد وتنعتذر لا موندغ دي شوز، ماشي تنجي ندير ان فولو ونفولو الواحد ونخليه بدون جواب. واش بونس هادشي انا اللي طرا لي؟ يعني هي حيداتك من الحساب ديالها اللي طرا ليا، والبنات شاهدين، يعني ماشي انا اللي، يعني ما كاينش مشكل، انا ما عارفاش شنو كاين، انا الواحد اللي دار لي ان فولو صافي ندير له ان فولو وتنقول له الله ييسر لك الامور، وقلبي بيض ما نجيش نحقد. صافي تبقى فيك الحال واحد شويه بزاف الناس اللي كنتي تتهضر معاهم وبقيتي تتهضر معاهم، ما بقيتيش كتهضر معاهم ولا هما ما بقاش كيهضروا معاك؟ كاين اللي ما تيبقاش هو يهضر معاك، وكاين اللي انت ما تبقاش تهضر، ما تتبقاش العلاقه كما كانت، يعني ماشي ضروري شي واحد فيكم خايب ولكن العلاقه ديالكم ولات نيجاتيف بزاف. واش اعتبرتي على ان حيتاش نتوما فاش كنتو صديقات في النوبه الاولى ما كانتش مشهوره بزاف، واش اعتبرتي ان الشهره هي اللي بدلاتها؟ ميبي بوتيتر ما عرفت، حيتاش انا ما تلاقيتهاش، يعني هاد العام كامل انا ما تلاقيتهاش، ما عارفاش شنو كاين. الا قلت لك الغلط منك او لا من روعه؟ بالنسبه ليا يقد يكون منا بجوج، يعني يقد يكون واحد بدا والاخر راسو قاصح وما بغاش يعرف شنو المشكل وبعد، يعني تقد يكون ان سيتياسيون بحال هكا اللي خلات. دابا عطيني شكون بدا وشكون بغى راسو قاصح. وهلا زينب تتاكدي وتعاودي تاكدي. لا راسك قاصح. الناس كاع الناس هما اللي كيتسالوا، انا بالنسبه ليا ماشي انا اللي باغا نعرف. عام وهاد السؤال تيطرح، وهاد السؤال تنتفادى بزاف د المناظر الاعلاميه باش ما يسولونيش هاد السؤال. ولكن هاد النهار بان لي زينب والو الحقيقه، قال هي ديفولواتني قبل، هي دار عملت لي الانفولو، انا ما عجبنيش الحال وعملت لها الانفولو، خليت واحد النهار يومين داز ما هضرتش معايا، عملت لها الانفولو حتى صافي واحد قال لك بسلامة بطريقته في السوشيال ميديا والناس شافوها، يعني ماشي انا اللي شفتها، انا اللي بقى فيا الحال هو ماشي انا اللي شفتها، الناس اللي جاوا عندي قالوا لي راه صاحبتك راه عملت لك الانفولو، قلت لهم بصح. ما كتطمحيش انت انك تدوي معاها وتجددي العلاقه؟ لا انا تنقول لي سد عليا الباب، اللي ضرقني بخيط تنضرقو بحيط، الله يسر له الامور وما نحقد عليه، ما بالعكس لا كانت شي خدمه ولا شي حاجه شي بروجي جو لا ريكوموند، ولكن انا بالنسبه ليا كصاحبتي ما يمكنش العلاقه ترجع كما كانت، فاش الكاس تيتهرس كاس الزجاج تيتهرس ما يمكنش يعاود يرجع كما كان. استفدت منك شي حوايج في السوشيال ميديا؟ استفدنا مع بعضياتنا بجوج، لان هي كنت نعطيها دي كونساي وهي كانت تعطيني دي كونساي، هي كانت تعطيني دي كونساي بوكو بلوس كيفاش نفيلمي كيفاش هذا، وانا كنت نعطيها دي كونساي بحكم انني عندي ماستر في ماركتينغ كوميونيكاسيون، يعني تنعطيها كيفاش تبريزونتي كيفاش تقاد هادي، يعني الناس كانوا تيشوفوا هاد الحوايج وهي كانت تقولهم، يعني ماشي انا اللي كنت نقولها شنو كاين وشنو كاين، هادشي كان تيتقال، يعني الناس كلشي عارفين، كتمشي عندها للدار تنهزها تمشيو لي زيفينمون، هادشي كلشي الناس كانوا تيشوفوه، داكشي علاش الناس تصدموا. نبغي نسولك خاولة، شنو هي شحال اغلى ثمن اشتغلتي به ربحتيه من السوشيال ميديا؟ اغلى ثمن كان 7000 درهم لصالح جمعيه خيريه ديال الايتام. خاولة بما انك مدونه اكيد تكوني كتجربي بزاف ديال لي برودوي، واش ما عمر وقع لك مشكل من بعد ما جربتي ان برودوي؟ وضروري يوقع، ولكن انا المصيبه العظمى هي وقع لي في شعري، جي في كونفيونس لواحد لا مارك و ما كانش عليا نجرب داك المنتج ولا ندير داك لو سوان، درتو على اساس انه علاج للشعر تقكيراتين، وطيح ليا 3/4 ديال الشعر ديالي. كنت ديما تنقولها لهم انا بحال بالنسبه لي فان ديال هاري بوتر، انا بحال هذاك اغريد هاري بوتر شعري مجا. اغرب الشائعات تعرضت لهم خاولة؟ ما طولك يا روح.
اكيد حيت ملي كتكوني شخصيه عامه ضروري كتبارطاجي بزاف ديال الحوايج مع الناس وفي السوشيال ميديا اكيد من غير خوله مسمومه خوله قبيحه خوله دوك عادي ولفتهم. الوغ بالنسبه للاشاعات وما اغربهم الاولى هي يا خالد شريف اسمع لي بلاك مصيبه اول واحد قالوا لي انني انا وياه مصاحبين الوغ انا وياه مصاحبينش بالعكس بحال خويا الكبير اللي ما عنديش. وبالنسبه للدوزي شنو الاشاعه اللي طرات واحد ستوري حطيتها تنغني وتنسنابي عادي وستوري بارطاجاها ديريكتومون في الكونت ديالو. ديك النهار كان بارطاجيها جوج ديال لي ستوري وما دارلاش ريبوست يعني صيفطتها له ديريكتومون وبارطاجاها في انستغرام وطلعت في فيسبوك والناس دخلوا يسولوني علاش بارطاجا لك ستوري ما علاش بارطاجا لك ستوري انا ما كنت فهمت والو ديك النهار. وشخصيا ما بغاش نوضح علاقتي في هذا الموضوع ولا علاقتي به والناس زعما حاولت نتفادى الاجوبه ديال على هذا السؤال. بالنسبه انا عندي ليك شائعه وحده اخرى انني كنت شفتها بزاف كتروج في مواقع التواصل انك انت دائما كتسافري لتركيا وكانوا كيقولوا على انك انت كتمشي لتركيا بغيتي تزوجي من تركيا تزوجتي من تركيا. لا ما تزوجت ما كاين حتى شي حاجه ما كاين لا خاتم لا والو ولا تزوجت راه نقولها لكم نتوما الاولي. وصحيح الهدف ديالك انك تزوجي واحد من تركيا هو الحق يتقال ما عمري ما تخيلت راسي اني نتزوج مغربي. ما تلاقيت مع مغاربه ما عجبنيش كيفاش الكاركتر ديالهم تنقول يمكن شي واحد يقدر يتفاهم معايا مع الكاركتر ديالي ولكن ماشي تركي بالضبط التركيين تيجوني شويه باردين لي زيموسيون ديالهم. واخا بالنسبه قبيله سبق وقلتي على ان مدونات كيكون بيناتهم حساد كيكون بيناتهم غيره تيكون يقدر يكون عندك ان بروجي يمشي ويخلوضوا فيه ياخذوه لك شنو تبغي تقولي لهم؟ نقول لهم ان ربي اللي تيفرق الرزق ما كاين علاش تبقاو تضربوا ما بيناتكم ما كاين علاش تبقاو ديروا ديكلا ما بيناتكم لان هذا الشيء ما عنده حتى شي هدف. السوشيال ميديا عنده واحد الهدف زوين ديال بارطاج دوز واحد المومون زوين يعني نخليو الايجابيه سيطر اكثر على السلبيه. وبالنسبه ليا بالنسبه لتجربتي الشخصيه ورساله بغيت ندوز للروعه كما قلتها ونعاود نقولها لجميع البنات الشهره راه كما تزادت كما تحيد فراكسيون سكوند قد ما يكون عندك والو ما يكون عندك لا لي زابوني لا والو. ونتمنى ان الشهره ما تغيرش في واحد وما تغيرش في الطبيعه ديالو وما تخليش ان الشهره انه يبعد على الناس اللي قرابين ليه ولكاع المدونات. هذا الميساج صراحه الشهره راه ما تزيد ما تنقص راه خاصك انت تبقى انت كيما انت ونتمنى الخير للجميع. واخا خاوله بالنسبه مع هذه الرساله كنكون وصلنا نهايه حلقه اليوم مع برنامجكم طونطونز. اكيد مازال عندكم المسابقه بالنسبه لجميع السيدات انهم يعطيو غوسيت عبر الصفحه اللي غادي تبان ويكون عندهم بزاف ديال لي لايك غادي يفوزوا معنا اكيد بجائزه اللي نتمنوا انها تنال اعجابكم. مازال مستمرين معكم الكثير من المفاجات خلال برنامجكم. السلام عليكم. وصف الطبيعيه ليك انت وهي هالفن الموسيقى يتمتع بكل دقيقة أخبار حصرية.